خليني هنا أخد معايا على التليفون بعد إذن حضراتكم سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بك سيد محمود. أهلا بكم حياكم الله. أهلا بكم. تعليقك ورؤيتك لما يحدث الآن سواء إذا كان من قبول حماس لوقف إطلاق النيران من جهة، ومن جهة أخرى هو أنه وفد حماس يصل في صباح الغد، أما وفد التفاوض من جانب الاحتلال الإسرائيلي فيصل أيضا قريبا إلى القاهرة في ظل استمرار يعني العملية التي تدور منذ الصباح في مدينة رفح بفلسطين. الواقع نحن نخشى أن إسرائيل لا تريد وقفا لإطلاق النار، لا تريد وقف العدوان. على مدى 7 أشهر أو يزيد كانت أولويتنا الأولى وكان هذا مطلبنا الأول أن يتوقف العدوان وقفا شاملا ودائما ومستمرا في كل الأرض الفلسطينية، لكن إسرائيل قامت على العدوان، قامت على الإرهاب، قامت على الاحتلال، ويبدو أن أهدافها التي أعلنتها والتي طالما تحدثنا عنها أصبحت أكثر انكشافا وأكثر وضوحا. لا تتوقف الأهداف الإسرائيلية لا عند استهداف حماس ولا عند استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وإنما تتجاوز ذلك إلى محاولة اجتثاث الوجود الفلسطيني، اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، وهذا ما عبر عنه نتنياهو مرارا وعبر عنه أركان الحكومة الإسرائيلية الفاشية مرارا وتكرارا، لأنهم إنما يريدون محو الوجود الفلسطيني. وهذا يعيدنا إلى المقولة الصهيونية القديمة التي لا تزال تعشعش في العقل الإسرائيلي، أنهم يريدون أرضا بلا شعب. هذا الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه الأرض، هم يعرفون أنه صاحب هذه الأرض وأنه لا حق لهم في هذه الأرض، لذلك لا يقبلون وجود الشعب الفلسطيني، وإنما يريدون اجتثاثه وزرع شعب آخر مكانه بقوة الاحتلال وبقوة السلاح. لذلك يعني لن أكون مستغربا إذا كان إسرائيل أجهضت هذه المحاولة الأخيرة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل ضمان وقف إطلاق النار، لأن الهدف الإسرائيلي لا يزال لم يتحقق بعد، وهو اجتثاث الشعب الفلسطيني. أما وجود حماس هذا آخر ما يمكن أن تفكر به إسرائيل. بالعكس، نتنياهو كان يرى في وجود حماس في قطاع غزة فرصة ذهبية له لإجهاض الحلم الفلسطيني وإجهاض الدولة الفلسطينية، ولذلك كان يدعمها ويسكت عنها ويغض الطرف عنها ويسمح بمرور الأموال إليها، ليس حبا فيها بالمناسبة، وإنما حبا في أو رغبة في إجهاض الحالة الفلسطينية بشكل كامل. إذن يعني أنا أحتاج إلى أنه يعني الكل يحتاج الآن إلى ضغط دولي على الاحتلال لأنه القبول بوقف إطلاق النار. وهنا يمكن أسأل على دور السلطة، وطبعا سيد محمود عباس أبو مازن بالتأكيد يلعب دورا شديد الأهمية في المفاوضة وهو مفاوض بارع أيضا. يعني ما مدى استطاعة السلطة في أنه إقناع العالم بتوقيع ضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النيران؟ هذا ما طالبنا به اليوم. الرئيس أبو مازن أصدر بيانا مساء اليوم بمجرد الإعلان عن قبول حماس بالورقة المصرية القطرية. الرئيس أبو مازن أعلن ترحيبه بهذا الإنجاز أو بالجهود المصرية يعني والقطرية في الحقيقة، ودعا العالم المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل بإلزامها بقبول وقف إطلاق النار ووقف العدوان، لأنه هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار مستدام في المنطقة، وخصوصا أنه هذا المطلب مطلب وقف إطلاق النار كما قلت آنفا كان هو الأولوية الأولى التي عملت عليها القيادة الفلسطينية وعمل عليه الرئيس أبو مازن من اليوم الأول لليوم. هل 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 أتوقع أو هل تعتقد هل تشير على السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن في أنه يعني إجراء مجموعة من الاتصالات مع زعماء العالم رؤساء حكوماته
تفعيل بعض من الضغوط على الجانب أو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النيران وقبول هذا الوقف؟ يعني من ناحيتنا في مصر تعلم جيدا سيد محمود أننا بذلنا كل شيء لتوقيع أو لوضع ضغوط على الجانبين، وحماس قبلت، يبقى أنه الجانب الإسرائيلي أيضا يقبل، بس الجانب الإسرائيلي يحتاج إلى ضغط دولي. الرئيس أبو مازن لن يتوقف لحظة منذ بداية العدوان عن إجراء الاتصالات والتحرك في كل بالتأكيد شرقا وغربا، على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد الدولي وحتى على صعيد المنظمات الدولية ومجلس الأمن. وأنت تذكر، الكل يذكر محاولاتنا أكثر من مرة من خلال المجموعة العربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وهو ما كانت تجهضه الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو الذي كانت تستخدم. والآن سيواصل الرئيس أبو مازن وكل القيادة الفلسطينية كل التحركات المطلوبة، بذل كل الجهد المطلوب من أجل ضمان وقف العدوان ووقف إطلاق النار، من أجل الأولويات الفلسطينية الأربعة التي أعلن عنها الرئيس أبو مازن من اليوم الأول. والأولوية الأولى وقف العدوان، الأولوية الثانية إفشال مخطط التهجير الإسرائيلي، والأولوية الثالثة ضمان تدفق المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية، والأولوية الرابعة العمل على الحل السياسي الذي يضمن إنهاء الاحتلال ونزع كل أسباب التوتر والصراع في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية. سنواصل العمل على هذه الأولويات، سنواصل بذل الجهد، وفي نفس الوقت سنواصل التشبث بالأرض الفلسطينية وبحقنا المشروع فيها، وسنواصل تعزيز صمود شعبنا، لأن هذا هو الخيار الاستراتيجي الأكبر والأعظم بالنسبة لنا كصمام أمان لحماية مشروعنا الوطني. صحيح، أنا بشكرك جدا جدا سيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.